هو ما يدفن الإنسان فيه ويحجب عن كل لذة من ملذات الحياة المعنوية. الإنسان الآن إذا دفنوه في القبر احتجب عن كل لذة في الدنيا. هذا القبر الظاهري، القبر الخارجي، تروحون تزورون المقبرة تشوفون انه هذا القبر مولانا صابغينا ومعدلينا ومخليين له صورة وما ادري ايش وشكله حلو، لكن تحت شكل اكو ديدان واكو جثة واكو تراب واكو رائحة واكو عجيب، كلهم هم متساوين. التاجر ميت بصف مدفون بصف الفقير، المريض مدفون بصف الطبيب اللي عالجه، الكبير مدفون بصف الطفل، هاي الهوسه الموجوده بالدنيا ساكته هنا.